قبل بالنسبة للمواد الحليبية بصفة عامة خصوصا الحليب كنا كناخذوا اللي بغينا، يعني اللي قيدناها في لا كوموند كنتوصلوا بها. اليوم لا، اليوم يعني ما كنشدوش حتى 30% ديال داكشي اللي كنا كنشدو من قبل. يعني كتقيد له جوج كوربات ثلاثة كتاخذ نص كوربة كوربة على أقل تقدير، ما كيفوتوهاش ليك، يعني كيفرقوا داك الكيمياء ديال الحليب على مجمل البقالة. بالنسبة لنا حنا في الجمعية ديالنا ما عمرنا سمعنا شي حد شكى على أساس أنه قال بأنه هاد الشركات أو التعاونيات لزموه باش ياخذ دي برودوي خروين عاد يعطيوه الحليب. أنا شخصيا بيرسوني في المحل ديالي ما عمر شي حد جر تعامل معايا بحال التعامل، وحتى في الجمعية ديالنا الحمد لله ما عمر شي حد لا هذا السؤال هذا وتسألوا المسألة اللي كتدور في فيسبوك تنظن ليست بواقعية، مجرد إشاعات فقط. الثمن ديال الحليب تقريبا تزاد فيه واحد من 20 فرانك حتى 50 فرانك هي اللي تزاد فيه، وتنتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم أنه التعاونيات يوقفوا مع الفلاح يزودوه بالأعلاف الضرورية وبأثمنة مناسبة باش يحافظ على هذا القطيع، لأن إلا ما حافظ هذا الفلاح على هذا القطيع راه حتى هذيك الشركة أو هذيك التعاونية ما عندها ما تنتج مستقبلا، وحتى حنا كبقالة أو كتجار ما عندنا ما نبيعوا مستقبلا. يعني لهذا كندور حنا في واحد الحلقة في واحد السلسلة متتابعة، يعني الفلاح هو الأول بالدرجة الثانية، المنتج بالدرجة الثالثة، والتاجر هو الحلقة الأخرى في هذه السلسلة ديال البيع. كل واحد كيقوم بالدور ديالو، لهذا حتى حنا كنتمنوا من هذه التعاونيات وهذه الشركات انهم يراعيوا الهامش ديال الربح ديال هذه المنتوجات اللي كنبيعوا، راه الدوغلا وعندنا ضرائب وعندنا مصاريف، يعني اعطاء لكل ذي حق حقه، كما كندافع على الفلاح انه اليوم ياخذ يبيع الحليب ديالو بأثمنة جد مناسبة لهاد الناس هادو، حتى حنا راه كندافعوا على حقنا على اساس انه ناخذ واحد الهامش ربح جد مهم. طبيعة الحال الحمد لله البقال هو البنكة ديال التاجر، ديما كنقولها وكنعاود نقولها، الناس تضروا لأن لي صالير بقاو هما وزيادات زاد زيادات متتالية. إلى جيت نهضر اليوم غادي نقول بأنه هذا الأمراض المعدية اللي دازت من قبل كوفيد اليوم بانت، يعني بانت التأثير ديالها بشكل كبير جدا. من قبل ما كانش تيبان، ولكن مع مرور الفتره ومع مرور الوقت بان بانه هذا المرض هذا دار الخدمه ديالو، يعني كاين نقص حاد في واحد المجموعه ديال السلع، وترونسبور حتى هو لا الدولي ولا الوطني راه غلى بزاف، وصل لشي اثمنه اللي هي خياليه. الكل يعرف انه الحركه التنقليه ديال النقل لا على الصعيد الدولي ولا على الصعيد الوطني راه وصلت لواحد الثمن لا يحمد عقباه. بطبيعه الحال الغازوال حتى هو راه غادي في تصاعد، الا ما كاينش شي تغيير في الاثمنه ديال هذا الغازوال يولي بواحد الثمن اللي معقول وبثمن اللي في المتناول، راه ما يمكنش نسيروا هذه الظرفيه بهذا الشكل.